تاريخ 325 ميلادية كانت هذه العقيدة عقيدة بديهية لا تحتاج إلى إثبات، ولكن بعد هذا التاريخ صارت البديهات إحدى المعضلات، لأن أريوس شكك في لاهوت المسيح. أريوس قال عن المسيح له المجد أنه ابن الله، ولكنه ليس هو الله الظاهر في الجسد، وأنه ابن الله مخلوق منه وليس مولودا. وهذا ما دعا إلى انعقاد مجمع عالمي مسكوني. هذا المجمع هو مجمع نيقيا، أول المجامع المسكونية الثلاثة. لربما ظننا أن هذا الأمر قد انتهى، فأريوس قد مات شر ميتة، ولكن الأريوسية يمكن أن تظل موجودة، وهي موجودة في جيلنا المعاصر هذا تحت مسمى آخر هو شهود يهوى. ولقد أحسن مجمعنا المقدس صنيعا عندما أعلن في عيد العنصرة المنعقد سنة 1990 برئاسة صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث أن هذه الطائفة لا تنتمي إلى المسيحية، حتى ولو كانت تتخذ من المسيحية اسما لها. وقع في يدي كتاب مطبوع سنة 1943 لمجموعة شهود يهوى اسمه الحق يحرركم، مطبوع في الولايات المتحدة الأمريكية في بروكلين نيويورك، واللي طبعاه جمعية اسمها جمعية برج المراقبة Watch Tower Bible and Tract Society International Bible Student Association. عندما قرأت هذا الكتاب كنت أنا أقول أنني أقرأ كتبا لأناس غير مسيحيين، ولكني وجدت أمورا تخالف إيماننا المسيحي الذي اعتدنا سماعه سواء من البروتستانت أو الكاثوليك أو الأرثوذكس. من صفحة 43 لصفحة 51 من هذا الكتاب يقولون على رب المجد أنه الملاك ميخائيل وقد ظهر في الجسد. الملاك ميخائيل وقد ظهر في الجسد. طب لما المسيح قام من بين الأموات والملاك ميخائيل رئيس الملائكة هو الذي زحزح الحجر، من الذي قام ومن الذي زحزح الحجر؟ لما بولس الرسول يقول الرب بصوت رئيس الملائكة سوف ينزل من السماء ويقوم الأموات في المسيح أولا، الرب هو اللي ينزل، وبوق رئيس الملائكة هو الذي يبوق. هل كان الرب رئيسا للملائكة؟ وبيتكلم على إن المسيح هو مهندس يهوى الأعظم، وبيقول إن هو خلقه وخول إليه خلقة بقية الخلقة. وطبعا الكلام ده تكلموا عنه كثيرا على إن المسيح خالق ومخلوق مفوض من قبل يهوى.
عشان كده هنحتاج ان احنا نقف قليلا عند هذا المسمى إله حق. هل من حق المسيح ان ياخذ هذا اللقب وهذا الاسم؟ هل هو اسمه ام نحن قد دعوناه به نتيجة انبهارنا من تعاليمه، نتيجة إعجابنا من معجزاته؟ هل نحن الذين أعطيناه هذا الاسم، أم أنه اسمه الذي من حقه؟ ولادة المسيح المعجزية التي لم يناظرها، التي لم يناظره فيها أحد، لا قبله ولا بعده. ألا تدعونا للتساؤل، لماذا كان هذا الشخص بالذات الذي ولد بهذه الطريقة دون غيره ودون غيرها؟ هنقول معجزة. المسيح كان آية، صانع آية، وأمه أيضا آية، هكذا قالت كتب غير مسيحية عن السيد المسيح له المجد. صنعت له معجزات كثيرة من الممكن أن تبرزه وأن تجعله معروفا عند كل من يتصادف معه ويتعامل معه، لكن معجزة ولادته من عذراء محدش يقدر يكتشفها غير أمه العذراء، وكان من الممكن أن لا نعرفها لولا أن الكتاب المقدس أشار إليها، لأن أناسا كثيرين كانوا يظنون أن المسيح ابن يوسف، ابن النجار، النجار ابن النجار. ولكن نحن نستطيع أن نتعرف على المسيح أنه إله حق مما قد لقبه به الكتاب المقدس. يعني مثلا لما يقول بولس الرسول في رسالته الأولى لتلميذه تيموثاوس والأصحاح الثالث وعدد 16، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الله ظهر في الجسد. إذن قبل التجسد يختلف عن بعد التجسد. بعد التجسد الله غير المنظور صار منظورا، أما قبل التجسد الله لم يره أحد قط، وقالها واضحة ربنا إلى موسى النبي: لا يستطيع أحد أن يراني ويعيش. طب عشان نقدر نراه ونعيش يبقى لازم يبقى في الصورة اللي احنا نقدر عليها، لازم الفولت ده يتخفض لدرجة ان انا اقدر امسكه في ايدي ولا اصعق من التيار. وما نتجرأ ازاي عليه؟ اللي صلبوه بصقوا في وجهه، لطموه على خده، جلدوه على ظهره، دقوا المسامير في يديه ورجليه، طعنوه بحربة. لو أنهم رأوه بجماله وجلاله ما جرأوا على ذلك مطلقا. المزمور بيقول: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقام قضيب ملكك، من أجل هذا مسحك الله إلهك بدهن البهجة أكثر من رفقائك.
هنا طبعا واضح في مزمور 45 من 7 ل 12 ان بيكلم شخص، وبعدين بيقول له مسحك الله، يقول له كرسيك يا الله من اجل هذا مسحك الله. هنا طبعا بيكلم الابن فيقول له كرسيك يا الله الى دهر الدهور من اجل هذا مسحك ايها الابن الله الاب بدهن البهجة دهن المسحة افضل من رفقائك. ورفقائك احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، اولئك الفريق الذي كان يطلق عليهم مسمى المسيح، مسيح الرب، الملوك والكهنة والانبياء. طبعا اليهود كانوا حساسين جدا من ناحية قضية التوحيد، لكن المزمور ده كان يعتبر احدى المزامير الهامة التي يصليها اليهود والتي يترنمون بها. كده نقدر نعتبر ان هم كانوا يرون في المسيح الها لا انسانا، وبعض من الناس يرون في المسيح انسانا لا الها. واما الرؤية الحقيقية التي ينبغي ان تكون في المسيح فهو الله الذي ظهر في الجسد. وربما ظن البعض أننا نعتقد في المسيح أنه ولد إنسانا ثم تأله، ولد إنسانا ثم تأله، جاء إلى عالمنا هذا في طابور البشرية كلها ثم صار إلها. أرجو أن نصحح هذا المفهوم، فربنا يسوع المسيح إله قد تأنس وليس إنسانا قد تأله. الكنيسة لما بتتكلم عن التجسد تقول تجسد، يعني أخذ جسدا. قديس كورولوس الكبير يقول لو أراد الظهور لصنع هذا بطريقة أو بأخرى. طب هو ظهر لإبراهام عند بلوطات ممرة، ورآه إبراهيم وهو بين ملكين، وظهر ليعقوب في مخاضة يبوق، وظهر لموسى في برية حوريب، وكانوا يرونه في صورة بشرية كاملة. يبقى لو قلنا تجسد يبقى نوع من الظهور، لكن عشان نقول انه اخذ انسانية كاملة يبقى تأنس. كلمة تأنس ترجمت هكذا باللغة القبطية اف إير رومي، هي بيكام a man، was incarnate and became a man، تجسد وصار رجلا، صار إنسانا بالروح الإنسانية بكل ما في الإنسان من طبيعة، ما خلى الخطية وحدها. الآية دي طبعا كان معروف ان هي تخص المسيح، فشرحها الرسول بولس في عبرانيين 1:8-9 عندما قال اما عن الابن فيقول كرسيك يا الله الى ظهر الدهور. يبقى هذه المناداة كرسيك يا الله الى ظهر الدهور تقال عن الابن او تقال للابن. آية تانية إشعياء 7:14 تحدث الرب مع آحاز الملك وقال له اطلب طلبا من الرب، عمق طلبك إلى أسفل أو ارفعه إلى فوق، خد راحتك في اللي أنت عايزه.
قال لا أطلب ولا أجرب الرب. قال يعطيكم السيد الرب نفسه آية، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. طبعا الآية دي معلمنا القديس متى استخدمها في متى 2:23، وأضاف بعد هذا الكلام تفسيرا لكلمة عمانوئيل بقوله الذي تفسيره الله معنا. طبعا لما نذكر التاريخ ان القديس سمعان الشيخ كان واحدا من الذين طلبهم الامبراطور بطليموس في الترجمة السبعينية في اسكندرية، وكان من نصيبه ترجمة سفر إشعياء. وعندما جاء إلى هذه المقولة هو ذا العذراء، أراد أن يغير كلمة العذراء إلى الفتاة، وكسر قلمه عدة مرات، وأوحي إليه بالروح القدس أنه لن يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. وعشان كده عايش أكتر من 300 سنة لكي يرى هذا المشهد العجيب. آية أخرى في سفر إشعياء أصحاح 9:6، يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. قبل أن أخوض في المقصد الذي أريده، أريد بس جزئية تأملية بسيطة. يولد لنا ولد ويدعى اسمه أب، يبقى ده مش مولود ابن. يولد لنا ولد ونعطي ابنا ويدعى اسمه أب، ده مولود أب على طول. إن أطول طفولة يعيشها كائن على الأرض هي طفولة الإنسان، ولكن المسيح مولود أبا، أب ويدعى اسمه أب أبدي، رغم أنه مولود دلوقتي لكن أبدي وأزلي. لكن هنا بيقول إله قدير. مين يا ترى الذي أطلق عليه هذا اللقب إله قدير؟ ده اليهود كانوا بيسموا آل شداي، يعني الله القادر أو القدير. لأن ممكن الإنسان يبقى قوي أو الكائن يبقى قوي، ولكن ليس كل قوي قديرا، لكن كل قدير قوي. إله قدير آل شداي. العذراء مريم في تسبيحتها المشهورة استخدمت كل تعبير اللاهوت، فقالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله، لأن القدير صنع بي عظائم. لو حابين نترجمها للمصطلحات التي كان يستخدمها اليهود في ذلك العهد لكانت هكذا: تعظم نفسي يهوى، وتبتهج روحي بألوهيم، لأن آل شداي صنع بي عظائم كثيرة. ناخد آية تانية جت في إشعياء 35:4-6، قولوا لخائفي القلوب تشددوا لا تخافوا، وذا إلهكم يأتي ويخلصكم. حينئذ تتفتح عيون العمي، آذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس. الآية دي استخدمت على السيد المسيح له المجد لما كان بيفتح عين العميان ويطلق ألسنة الخرسان. لكن ده بيقول إلهكم يأتي ويسكن في وسطكم
قال الرب لو حطينا الآية دي إشعياء 35 عدد 4 وعدد 6 مع زكريا أصح 2 من عدد 10 ل 12 وهوشع أصح 1 عدد 6 نلاقي نفس الكلام. في زكريا بيقول ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لأني أنا ذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. ربنا هو اللي بيقول آتي وأسكن في وسطك وربنا هو اللي بيقول تعلمين أن رب الجنود قد أرسلني. رب الجنود أرسل رب الجنود. هذا الأمر لا يحل إلا بالإيمان بالأقنومية. طبعا واضح أن احنا هنا بنتكلم عن الرب الذي يرسل وبنتكلم عن الرب الذي سوف يأتي، وده اللي قاله المزمور ورب المجد استعان به في أصح 22 من معلمنا متى البشير، وقال إذا كان المسيح ابن داود فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي. قال الرب لربي. معلمنا بولس الرسول يقول عن المسيح ان هو رب المجد في رسالته الاولى لأهل كورنثوس، يقول لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، يعني لو عرفوا انه رب المجد ما كانوا قد صلبوه. معلمنا بولس الرسول يقول بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فاتحة إنجيل معلمنا يوحنا البشير تقول في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا. يعني كان الكلمة الله، لو أنا استخدمت كلمة الكلمة صار جسدا مظبوط، الله صار جسدا ايضا مظبوط. ناخد ايه تانيه. معلمنا بولس الرسول عندما كان يتكلم مع كهنه افسس في الاصحاح 20 وعدد 28 من سفر اعمال الرسل قال لهم احترزوا لانفسكم ولجميع الرعيه التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. وكلمة الدم ممكن تتركب على الله؟ ده هنا الدم محتاج لأنسجة وأوردة وشرايين ومحتاج لجسد وجسم. يبقى كنيسة الله التي اقتناها بدمه، الهاء هنا تعود على الله، يبقى دم الله والدم هو دم المسيح له المجد. أصح 9 من رسالته لأهل روميا يقول عن الرب يسوع الكائن فوق الكل إلها مباركا إلى الأبد. في رسالته إلى فيلبي أهل فيلبي أصح 2 من عدد 5 لعدد 7 بيقول عن رب المجد الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون مساويا لله، ولكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. يبقى إذ كان في صورة الله صار في صورة عبد. في رسالته لأهل أفسس يقول عن المسيح رب المجد لنا فيه الفداء بدم وغفران الخطايا الذي هو صورة الله غير المنظور الذي هو قبل كل شيء
وفيه يقوم الكل الذي هو البداية. في رسالته لأهل كولوسي الأصحاح الأول عدد 12 وعدد 31. في رسالته أيضا لأهل كولوسي الأصحاح الثاني عدد 6 يقول عن المسيح: فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. ومرة تانية بيقول: فيه سرة أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل عاملا الصلح بدم صليبه. يوم بمرة تانية يقول لك الله، كنيسة الله التي اقتناها بدمه، هنا كده الدم يعود على الله. ومرة تانية يقول عاملا الصلح بدم صليبه، الدم يعود على الصليب. ومرة تانية يقول لك دم المسيح يطهر من كل خطية، كلمة دم تعود على المسيح. يبقى دم المسيح، دم الصليب، دم الله، التلاتة دول ممكن ان التلاتة دول كلهم ينوب عن الاخر. بعد كده معلمنا بولس الرسول في رسالته الى اهله الى تلميذه تيتوس اصحاح 2 عدد 13 يقول: منتظرين الرجاء السعيد وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله العظيم ومخلصنا، دول اتنين ولا واحد؟ يبقى دي الواو اللي بين الله العظيم ومخلصنا هي واو العطف، لكي تعطف صفة على صفة وليس لكي تعطف شخصا على شخص. الأدب القبطي بيستخدم في هذا الأمر تعبير أووه مش نيم. نيم لما أحب أعطف واحد على واحد، لكن أووه لما نحب نعطف صفة على صفة. نقول بين شويس أووه بن نوتي وبن ستير، ربنا وإلهنا ومخلصنا. فلما بنعطف صفة على صفة، عدة لصفات لشخص واحد، يبقى هنا بنستخدم أووه وليس نيم. نفس هذا الأمر جه في رسالة بطرس الثانية أصحاح 1 عدد 1، ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح. هنا إلهنا والمخلص، يبقى هنا دول مش اتنين مع جنب بعض، لكن دول صفتين لشخصية واحدة. اعتقد ان هذا الموضوع اكبر من ان يفيه حلقة واحدة، ونحتاج الى حلقة اخرى نكمل بها هذا الكلام. فالى لقاء في الحلقة القادمة، ولربنا المجد الدائم الى الابد، امين.